السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص موضوع الحصص نتاع اللي تفرقت باش يروحوا باش الناس الجنوب يروحوا يتفرجوا يناصروا منتخبهم الوطني. بالمناسبة نهني الناخب الوطني بالماضي الرجل المونخ مخلص اللي فرح 40 مليون بسبب إخلاصه، وإن شاء الله نولوا كيفه بإذن الله. إن شاء الله نقول الناس الصحراء مغيظهم الحال، ما يغيظكمش الحال. الصحراء عمرها ما كانت لها حصص في الجزائر، عمرهم ما سهمونا في حاجة باش يغيظنا الحال. اليوم ديما ميكارتيين، دايما الناس الصحراء ما عندهمش السهم، ولا عطوه سهم يعرفوا على من يقسموه. ما يغيظكمش الحال يا شباب الصحراء ويا شباب تبقرد، نفرحوا لمنتخبنا بإذن الله. هنا نقول الناس الصحراء وكتاه سهمونا هادو، وين كانت تبعث لي طائرات هذه وين كانت؟ وهي الجزائر كامل عندها 60 سنة محقورة. وين كانت هذه الطائرات وهو الجنوب مردوم؟ وين كانت الطائرات هذه من اللي كان العياش يموت في جعبة رغم أنها بلاد طائرات وحفارات؟ وين كانت هذه الطائرات من اللي كانت 257 كبدة حرقت؟ وين كانت أمام دموع الأمهات هذه؟ وين راهي الطائرات ولادنا يموتوا على ظلفة في البحر على لوحة؟ وين راهي الطائرات هذه؟ ها تحوسوا تبعدونا على قضايانا وتلعبوا بينا وتدونا باش تفرغوا الجزائر ويفرغ الحراك؟ تحوسوا تحرفوا القضية اللي دخلتوا فيها وشتتوها، بالفعل دخلتوا في الحراك وضعفتوه. تحوسوا نفس اللعبة اللي تلعبت في أم درمان راهي تتلعب اليوم بمال الشعب، بمال الشعب راهي تتلعب. وين كنتوا جنوبنا مشتاقين؟ نقول لكم يا ناس الجزائر، ناس الصحراء ما يشربوش الماء من العين. لو كان ما يفوتش علينا الكاميو ما نشربوش الماء لصالح للشرب. وين كانت الطائرات ملي كانت إليزي وجانت تغرق؟ علاه ما بعثوا لهاش الطائرات؟ وين كانت وحنا محتاجين أمبيلونس في تبرت؟ وين كانت الطائرات وحنا محتاجين سكانير نضلوا ننبحوا عليه؟ وين كنتوا يا صحاب تبرت كيما خرجتوا البارح تحتفلوا مرا وراجل في نص الليل والدنيا قايمة؟ وين كنتوا كي تغتصبوا زوز أطفال وماتوا في حفرة؟ وكي ناطس الرجال البطالين ناضوا يقولوا لا، لفقوا لهم تهمة ودخلهم للحبس ودرك راهم يشارعوا. علاه ما نوضوش على قيظانية الحقيقية اللي حرفونا على جالة؟ هاي قضايانا، وخاصة الجنوب نقصة في كل شيء. الجنوب ميت بسبب واش؟ بسبب سياسة التطبيل والتهليل للمسؤولين. وراهم القادة هذه وحنا محتاجين مستشفيات، محتاجين جامعات يقراو فيها بناتنا حذانا. زاير قادرة في كل مقاطعة دير جامعة، وبنتي تبات حدايا علاه تبات برا؟ علاه لازم نتغرب باش نقرا؟ كاين بنات راهم بمعدلات عالية وبياتهم ما خلوهمش يروحوا. حاجتو حقه تعليم تقرا بنته وتجيه تبات عنده، علاه تبات برا؟ ما تقدروش ديروا جامعة في كل نقدروا. الجزائر غنية ماهيش خير من الدول اللي وصلت للعلا. قادرين ديروا في كل بلاصة جامعة، وين توفروا الأكل، توفروا ترونسبور، توفروا الدنيا كل، وفي الآخر رابحين. والله واش راكم حاطينها في الحكومة اللي ما عندهاش عقول ولا؟ علاه ما تخممش 60 سنة؟ قولوا لي أنا الصحراء، حنا اللي بعنا صحرتنا، حنا بتخاذلنا وتطبيلنا للقادة. وين كانوا القادة وحنا مشتاقين مستشفى راه ليه سنين ومن بعد حبسوا الأشغال؟ وين كانت ملي كانت ولادنا يموتوا في الحفر هنايا؟ وين كانتوا؟ خالي الجنوب ما فيه والو، اليوم رمود الجنوب راه كي دبي. حنا ولادو اللي بعناه، حنا اللي لازم نوضو، حنا اللي لازم نهزوه من المطبات. الجنوب يا خاوتي يا شباب جنوبنا، وحنا اللي لازم ندافعوا عليه. ما تباعش ما باعوش، حنا اللي ساعدناهم لخاطر نضلوا يحيى يحيى يحيى، ومن بعد هما يحيوا والجنوب يموت، هما يعيشوا وحنا نموتوا. وين راهم ولادنا من ولادهم هاد القادة؟ وين راهي مقارنة تزاير بيهم؟ وكي الجنوب كي الشمالة، واش يعجبك في ديك العاصمة؟ هي مخروبة كيفها كيف. بصح الجنوب البقرة الحلوب، وحنا اللي قبلنا لهم، حنا اللي قلبنا لهم يبيعونا الجنوب. وين راهم قادتكم؟ وحنا مازلنا نموتوا بالعقرب يا ناس، مازال نموتوا بالعقرب، نموتوا بوحمرون، نموتوا بالامراض اللي تحشم من قرضت في العالم، مازلنا نموتوا بها في الصحراء. وين راهي قادتكم؟ وين راهي الطيارات؟ هذا مال العام، كيفاه تستخدموا بلا ما تشاور الشعب؟ هاك تاكل في مال الشعب، شكون عطاك الحق؟ شكون عطاك الحق تبع الطائرات؟
وهي وحنا مشتاقين الضو في الصحراء. كاين ناس راهي تسكن في البيوت مشتاقه بنتها وشوف العين تقول له يا بابا اديني نقرا. مازال في بلاد الغاز ومحتاجين، مازلنا نشعلوا بالحطب في بلاد الغاز ونشعلوا بالحطب في بلاد البترول ومشتاقين، والليسونس غالي طاير في النار، والتريسيتي تاع فرنسا والجزائر يسلكوه ناس الصحراء، يسلكوه حنا ناس الصحراء تريسيتي، يسلكوه على الجزائر كامله، نحرقوا الصيف كامل بان نسلكوا تريسيتي. وين راهم المال هذا؟ مال العام ارواح استغلوا هنايا، استغلوا في الجنوب. ها الجنوب مبيوع بايدينا يا خاوتي، الجنوب بان حنا ولاده بالسكوت والتطبيل. ما عندكش الحق تبعث طائرات بلا ما تشوف مال الشعب هذا، شكون عطاك الحق باش تستخدمه؟ كيفاه انا نفرح، انا فريقي نعرف نفرح معاه، وكي نحب نروح نروح بدراهمي، والله يكون يعطيني طائره خاصه ويقولي روحي، والله ما رحت ما نروحش بمال الزوالي لخاطر مش مالي، ونعرف بلي المال مال الشعب باش تعطيهولي انت هكا، لانك انت مولا الشي ولانها خلاتها لكم بياتكم، راكم تلعبوا بمال الجزائر لعبوا. الجنوب محتاج ولادو يا ناس، الجنوب محتاج ولادو، ما نقبلكمش تلعبوا بمال الشعب. ونقبل نقول دعوه هنا لولاد الجنوب، لو كان ما نوضوش حنا بجنوبنا والله ما يراعونا، ولو كان مش قطره البترول والله غير راهم من ذاك العام نحونا من الجزائر، من ذاك العام والله واش قلتي؟ ها؟ من ذاك العام راهم يكرتونا من الجزائر الا ساترتنا قطره البترول. مازلنا نسلكوا 3 ملايين 4 ملايين يا ناس في التريسيتي في التريميستا، كيفاه؟ وتسلك 3 ملايين ومنين يقرا ولده ومنين يعرس البنت ومنين يجهز منين ياكل منين؟ هذه كنت تروح تريسيتي يا ناس، هذه وبعد تنوضوا يا ناس حقرونا حقرونا حقرنا رواحنا لخاطر طبالين. انا من هنا نعلن الحداد على بلادي، مانيش في وقت فرحه، مانيش ما تلعبوش علينا. جزائر الكل قالتها، قالت باللي صح نفرحوا مع منتخبنا ونعرفوا كيف نفرحوا له، بالصح البالون وحدها وقضية الجزائر وحدها، باقيين حتى نستردوا جزائرنا ونستردوا جنوبنا إن شاء الله بإذن الله. إيه وحوسوا إلى هنا على الحراك باللعبة كيما كل مرة. ناس الجنوب، الجنوب جنوبنا، وحنا اللي لازم نهزوه، وحنا اللي لازم نسطروه، وحنا اللي لازم نخدموا عليه. هذه أمانة، الجنوب أمانتنا. كيما التل كيما الصحراء حال واحد. هذا يعتبر نداء، ونقول لكم المال مش مالكم باش تلعبوا عليه، المال مال الشعب وما عندكمش الحق تلعبوا به. ولاد الجنوب يدنا في يد بعضنا باش نفضوا الغبره على ارواحنا. الشيشه اللي راكم تشيشوا بها للقاده كان من الاولى نمسحوا بها الغبره على ارواحنا، ونقول بالتوفيق بالتوفيق لناخبنا، ونقول له هاي ليك، ونعرفوا نفرحوا في بلادنا مع بعضنا. والفريق الوطني ماهوش محتاج نصرة قد ما محتاج نعودوا كيفو مخلصين، لأنه أخلص العمل وأخلص لله نصر ربي، من ينصره الله فلا غالب له. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية مدنية، والله أكبر، والسلام عليكم.